السؤال رقم 39، وتأبى حسن الوفادة أن تقال. بيقول لي طلع مصدر مأول واعربه. المصدر مأول بدور على ثلاث حاجات. أول حاجة ما والماضي، أن والمضارع ما والماضي، ما لقيتش يبقى ما والماضي، ما لقيتش يبقى أن واسمها وخبر. أن والمضارع موجودة، أن تقال، يبقى ده مصدر مأول. طب عاوز أعربه أجيب المفعول المطلق بتاعه، تقال قولا، يبقى عشيل أن تقال دي وحط بدلها إيه؟ حط بدلها إيه؟ قولا. وأعرب قولا بالطريقة الذهبية بتاعتنا. بسأل ثلاث أسئلة، مين اللي تأبى؟ حسن الوفادة. تأبى إيه؟ قولا. يبقى قولا جت بإيه؟ والقاعدة بتقول من يديني؟ ايه يديني؟ يبقى قولا دي مفعول به، يبقى مصدر مأول هنا اعرابه مفعول به. سهله يا رجاله؟ سهله. يلا.